السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد عن الأسياخ النحاسية. إليكم هذا الابتكار الجديد اللي تعاون في سر الكشف عن المعادن. وتيخ مطور شي شوية، عبارة عن سيخ نحاسي 3 مليم مزود بهذه قطعة ألمنيوم، زائد هنايا كاين أسلاك ألمنيوم أخرين كما تشاهدون، خفيف جدا. علاش درنا هاد القطعة تاع الألمنيوم؟ من حيت الخفيفة هادي ديال كانت ديال سميتو الصودا. استنبطت هذه الفكرة من انطلاقا من الهواء ديال التلفاز، بما انه طيل طقس الاشارات بهذه الطريقة. اذا عملت بهذه الطريقة والحمد لله، مازال ما جربتوش في الميدان بالضبط، ولكن عنده ميزة خاصة في الدار. تشي خفيف جدا، خفيف الوزن، وتادي تي 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 يستقبل الاشارات، يستقبل عدة إشارات. إن شاء الله ينتظرونا في الميدان إن شاء الله تعالى بهذا الاكتشاف الجديد. مشاهدينا الكرام، ما تبخلوش عنا بتعليقاتكم، خصوصا التعليقات وآراءكم على هذا العملية، هذا السيخ الجديد. ما تبخلوش عنا بالاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد في الميدان. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا تنسوا الصلاة على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله.